الشيء الدول المحترم زيد فقط مولا حرام انه احنا درنا في 2014 درنا الكيت تاع المدرجات وعدت الملعب، فانا ذاك كنت في البلديه ب 8 ملايير، ولكن من بعد وترونسا واتريبي ومن بعد تجمدت من بين المشاريع اللي تجمدت انا ذاك في الازمه الماليه ذيك اللي هي. الان درنا عمليه التحيين لا فيش تكنيك وين خشت ب 12 مليار. المدرجات تشوف راهم يقعدوا على السيما المتفرجين راهم بعد الاستقلال بعد الاستقلال اللي تندار وهولنا نخدموه في كي درنا لا فيش تكنيك في 2014 وين وعدونا انه راح ندونا وطلونسا الملعب واتريبي، ولكن كي جبت المشاريع من بين المشاريع اللي جبت انا ذاك احنا ما بروبوزيتو بريوريتي حطينا فاسيسيال حطينا فاسيسيال بون. حنا انا واش نقول لكم، نقول لكم مطلب شرعي ويعطيكم الصحه كي راكم تخموا في ولادنا وبناتنا باش ينشطوا في المجال هذا والرياضه تربيه. بون المبلغ كبير 12 مليار بصح معليش ماشي خساره في ولادنا، حنا ناخذوه بار يعني على الاقل نعاودوا الكرونش نبداو بالارضيه بالارضيه اللي يلعبوا بها. نعم يحتاجوها بزاف. مبروك عليكم ان شاء الله ربي يبارك.